اهلا بكم مستشار دكتور سمير جعجع العميد وهبه قطيش. صباح الخير من جديد. صباح اهلا النور. وسهلا فيك. الموضوع الابرز اليوم بالصحف هو دخول قطر على خط المفاوضات من اجل تحرير العسكريين والامنيين. قبل ما نعرض كاريكاتير ستافرو جبرا، فينا نقول انه هذا العنصر مبدل بمسار الازمه؟ طبعا، لان عنصر جديد وعنصر دولتي بيسموه، مش انه افراد يلي كانوا يعملوا الوساطات، يعني بتعرف بس تفوت دولة بهالمعنى فيها مسؤولية أكثر ما يكون شخص أو مجموعة أشخاص أو هيئة أو أي وصف تاني فات على الخط، يعني فيها كيان سياسي مسؤولية دولية هي اللي فات على الخط بين الخاطفين وبين الدولة اللبنانية. طبعا فيها أمل أكثر من أنه يكون أفراد أو مؤسسات دينية أو غير دينية. يعني ستافرو جبرا اليوم بكاريكاتير بلد، دخول هذا العنصر عكسه إذن بالكاريكاتير على هذا الشكل. لجنة الأزمة الوزارية عم تلقى يعني دعم أو دفع معين، ولكن مثل ما بنشوف أنه العدل مفقود، يعني وكأنه بفوت من ماله وبيطلع من تاني مال، كأنه لن يقدم ولن يؤخر بمسار هذا الموضوع. ما بعرف إذا بيقصد أنه يعني الوساطة عم بدها تعطي قوة عسكرية للجنة الأزمة الوزارية، إذا تعطي قوة عسكرية لا، ما أنا جاي تعطي قوة عسكرية، دفع معين لقضية العسكرية، جاي تفتح أمل ما أكثر ما هي إنه بدها تعطي طيارات ودبابات. ليش في انطباع إنه لن تقدم ولن تؤخر؟ حتى اليوم بافتتاحيات الصحف لمسنا هذا الأمر. لا، كيف لن تقدم ولن تؤخر؟ أول شيء راحت اتصلت بالأساس بقبول الفريق الآخر أو الخاطفين بمقابلة لجنة قطر، معناتها انه هيدي اول خطوة تقدمية نحو الامام. انما يلي بدغري بيقولوا لن تقدم ولن تؤخر، هيدا اعلام يمكن عم بيوجه باتجاه اخر، هيدا بده الجيش اللبناني يروح يمكن كان يدمر عرسال ويقتل اهل عرسال ويقتل معهم، هودي هيدا اعلام هو موجه بهالاتجاه نحو افشال القضية، افشال المفاوضات، لان عنده أجندة غير الأجندة اللبنانية وغير أجندة الوزارة اللبنانية. مشان هيك بتلاقيهم دغري ببلشوا يفشلوا المفاوضات ويفشلوا كل مبادرة لا حتى تصب بصالحهم هن بعدين. هالموضوع رح نجول عليه من خلال موارد بالصحف، ابرزها يمكن اليوم موقف الرئيس تمام سلام اللي بيقول جريدة السفير اننا كنا منذ البداية امام خيار الذهاب للتفاوض لتحرير العسكريين، لكن ليس لدرجة اللهاث وراء الارهابيين. نحن ايضا نملك اوراق قوة بالتفاوض. ما هي اوراق القوة يلي بيملكها لبنان والحكومة اللبنانية بهذا المجال؟ شوف ست رولا، عن جد بمفاوضات من هالنوع خاصة الجانب الحكومي، انا برأيي كتير من الاعلام كان عم بفشل المفاوضات او بالاحرى عم بحط الحكومة بموقف ضعف. عادة المفاوضات وعلم المفاوضات هو علم قائم بذاته، لذلك الانسان ما لازم يكشف وراءه قبل ما الفريق الآخر يكشف وراءه. نحن مع الأسف يعني بيطلعوا بعض السياسيين أو بعض المسؤولين وبيحكوا كل اللي بيصير داخل الكواليس. مين اللي بيستفيد أكتر شيء؟ الخاطف. لأن بس يطلع على وراءك وأنت شو عم بيدور بالكواليس عندك وكيف الناس مثلا بيضغطوا على الحكومة وما بعرف شو كيف، هو اللي بيستفيد. مؤسف لحد اليوم أنه كل اللي صار صب بخانة خدمة الخاطفين، لذلك هاي القضايا سرية. أنا كشخص وكمسؤول كنت عسكري بعرف أنه في صراع بين العسكري والأمني من جهة وبين السبق الصحفي من جهة تانية، لذلك كل ما الصحفي تقدم بتراجع. كل ما العسكري والأمني فقد كتير من أوراقه أو الحكومة فقدت كتير من أوراقها، لذلك أو بدنا نحط ثقتنا بهالحكومة وبقيادة الجيش وكيف عم بتفاوض وكيف عم بتدير العمليات، وإلا نحن رايحين على خسارة. ومؤسف لك انه اليوم الطبيب بده يشتغل محل الضابط والضابط محل المحامي والمحامي محل المهندس، ولا واحد بيقول انه انا يا خيي هيدي قضية عسكرية بحتة لازم اتركها لقيادة الجيش وللحكومة اللبنانية هي بالديرة. كل واحد منا بده يعمل حاله كل القضايا وكل الاشخاص. طيب اذا كان الحفاظ على السرية هو عنصر اساسي، اي طبعا، معنوي؟ لا مش معنوي، حتى مادي. نعم. شو هي العناصر الاخرى العملية؟
العناصر الاخرى العمليه مثل ما عم بتديرها الحكومه عملت خليه ازمه ولو نعم. كانت مؤخره جربت تلتقي باهالي العسكريين يمكن من اول يوم لازم كانت تلتقي فيهم سرا كحكومه مش سرا يعني انه بالوزاره برئاسه الحكومه وتحطهم بالاوضاع عشرت انه ما يحكوا على الاعلام وبذات الوقت العناصر القوه هي المفاوضات بالواسطه لان الحكومه ما عم بتفاوضهم وهيدي بتصير بكل دول العالم بالحرب العالميه الثانيه كان تشيرشل يتفاوض مع هتلر بالواسطه يبعثوا ناس هودي هوديك يبعثوا ناس لحتى يخلصوا اذا بدك حرب طويله عريضه بقى هلا بيقولوا لك لا ممنوع يفاوضوا ناس بيقولوا لك لا لازم يروحوا يفاوضوا يا اخي اتركها للحكومه هي تدير القصه بسريه طالما انت عم تتدخل لحتى بدك تجبر الحكومه تروح بهالاتجاه او هالاتجاه الثاني معناتها انت عم تعطي موقف ضعف للحكومه ما بيسوى. ابراهيم بيرم اليوم بالنهار عرض لاسباب او الابعاد الخفيه لرفض الرافضين مبدا المقايضه مع خاطفي العسكريين، بيقول انه مجلس الوزراء ما كان اخذ هالموقف برفض مبدا المقايضه لولا صمود المعارضين من الداخل من جهة ولولا التحولات الميدانية والسياسية اللي سجلت بالمنطقة بدءا من اليمن مرورا بالعراق وسوريا يعني بيعتبر موقف الرفض للمقايضة هو مثل هجوم مضاد استعاد فيه الرافضون بعد ما خسروه وأن كانوا يعترفون بأن الأمور ما زالت بمرحلة الأولى يعني ربط هذا الأمر بتحولات ميدانية بيعتبرها يمكن فريق 8 أدار عم بتصب لصالحه مؤخرا. رفض المقايضة ست رولا بالأساس بتقايض مع مؤسسة رسمية دولية وممكن بس إنما تتقايض مع مثلا إرهابيين من هالنوع يعني كأنك عم بتشرع الإرهاب في لبنان نعم. وأي إنسان تاني يمكن بيجي بيمارس الإرهاب وبيصف بيحط لك رقبتك تحت السكين كحكومة وكدولة نعم. لذلك مبدأ المقايضة هيدا ما بيسوى انما الوساطه والمفاوضات بطريقه غير مباشره هيدا هل ممكن يكون مربوط بنتيجه تطورات معينه على الارض ميدانيه؟ لا, لا ما نتيجه تطورات يعني قريبه ما في نتيجه تطورات قريبه ان كان على الساحه السوريه لا. او على الساحه اللبنانيه او الساحه العراقيه ما في ما في يعني بالمدى المنظور لذلك هيدا المبدا سائط انه مربوط باحداث لا هيدا مستقل ومعروف مين كان وراء هيدي العملية ومين بعتهم لداعش على عرسال وقال لهم هلا اسمكم داعش لأن اسمكم صار بيع هيدي معروف القصة. أسعد بشارة بالجمهورية بيقول إنه الرفض كان هدفه أو يعني اضطرار الحكومة لإعطاء الجيش الغطاء كي ينفذ خيار عسكري. هل بتشوف كان في بعد من هذا القبيل يعني إنه دفع الأمور للحسم العسكري؟ يا ستي هودي ما عم بقول لك لا من قبل اللبناني يعني الوزراء اللبنانيين الممانعين اذا بدنا الممانعين هودي ما عم بقول لك كل واحد بده يعمل يحط شي 10 نجوم على كتفه ويقول هيك لازم يصير يتفضل يلي بده يعمل حسم عسكري يسلموا قياده اللواء ويتفضل هو يروح يشوف كيف بده يحلها عسكريا اول شيء بقلب عرسال نعم. كان ما في امكانيه لحل عسكري عندك 120 الف مواطن مدني بين سوري ولبناني بريئين يعني بدك تقتل نصهم تتفوت على عرسال هذا اولا ثانيا هلا بجبال القلمون لجبال القلمون معروف وين حدودها وكيف وليش ما هون بيقول اسعد بشاره انه ومعروف انه الجيش قدرته محدوده من اجل ذلك سيطلب مساعده ودعم حزب الله والنظام السوري والحزب بده يوصل لهذا المكان انه يطلبوا مساعده النظام السوري انا ما راح صدقها هاي القصه لان بالاساس هودي اذا كانوا بالفعل مطاردين من النظام السوري ومن حزب الله كانوا بالاساس لازم بدل ما يجيبوهم باتجاه لبنان ينزلوهم باتجاه الصحراء السوريه كانوا ماتوا هونيك عطش وجوع وما بعرف شو بس انما انا بتعجب قاعدين هو بجبال لبنان فوق يعني بمساحه يمكن 70 كيلومتر ب 30 كيلومتر ارض حفره نفره ما فيها لا مي ولا اكل ولا شرب ولا بنزين وما حدا بيقدر يوصلها طيب كيف عايشين هودي بكره بالشتاء رح ينزلوا رح يضلوا بهال بالشتاء بيموتوا من البرد وبالصيف بيموتوا من العطش نعم هودي لولا من يمدهم يعني تقول اكيد في حدا عم بيمدهم وقال لهم هلا اليوم انتم اسمكم داعش لان اسم داعش بيع روحوا اعملوا قصه نعم عرسال نعم لان النظام السوري عم بيدفع كمان ثمن داعش كيف بتعتبر انه وين عم بيدفع ثمن داعش؟ اول شيء ما عم بيدفع ثمن ابدا يعني داعش ما عم بتفرق بهذا المعنى لا صار له سنه ونص داعش معلن عنا بالجزيرة العربية بالجزيرة السورية يعني
الحسكي والرقة، ولا مرة شفنا الجيش السوري قاتل داعش، ولا مرة ولا مرة. مؤخرا قال امبارح بجرود الألمون بعثوا طيارة، وأنا بعرف يعني بس تبعت طيارة بهيك جرود قالوا ترمي إمبلي، وين بتصيب وشو بتصيب؟ ماشي كله هيدا لا التضليل الإعلامي، هودي كلياتهم شغل النظام السوري، وإلا بيموتوا العطش فوق. منين بيجيبوا بنزين؟ كيف بتمشي هل بتخاف انه اذا دخلنا اكثر بفصل الشتاء ما يعودوا فوق ينزلوا لتحت؟ هلا لا بيروحوا بيقلبوا لجهه الالمون وهونيك بيضلوا يحافظوا عليهم. ممكن هل في اتجاه عميد يعني عند قوى 14 اذار مرارا وتكرارا تطلب المساعده الدوليه وفقا لما ينص عليه القرار 1701؟ يعني هل في امكانيه عسكريا لفرض هذا القرار على الحدود الشمالية؟ هلا بدها الحكومة تطلب، 14 أذار طالبت من زمان ترجع تطلب عن جديد، لأنه بآخر جلستين مثل ما عرفت أنا ما عاد في تحريك لهذا الموضوع. ما تحريك لأن هلا في مخطوفين ومخطوفين، بدنا نخلص العسكرية أول شيء، ننقذ العسكريين وبعدين بصير حكي. وهيدا الموقف بده الحكومة تاخده، مش إنه 14 أذار، 14 أذار من زمان طالبته. نعم. بس الحكومة ما عم تستجيب. طيب فرضنا أخذته الحكومة، المجتمع الدولي هل بوارد أنه يوضع القبعات الزرق على حدود؟ يعني شفنا شو عم بيصير فيه بالجولان مع الوحدة الفلبينية الموجودة هناك يا ستي، بخاطر بحطهم تحتيلي باب. هلأ قصة الجولان، الجولان الجيش السوري كله موجود بالجولان، بتعرفي لأن جبهة الجبهة مع العدو يعني بين الشام والجولان في 30 كيلومتر، الجيش السوري كله بهال 30 كيلومتر مقابل العدو الاسرائيلي. كيف هيدي النصرة او داعش ما بعرف شو اجوا مسلحين اخذوا عناصر من الامم المتحده، وهيدا الجيش وين وشو عم يعمل؟ عم بقول لك 200 الف عسكري سوري على القليله موجودين بالجبهه بين الشام وبين الجبهه والقنيطره. طيب شو عم يعملوا هدول ال 200 الف وكيف سمحوا لهم وليش؟ هيدا بيخليك تفكر انه يا اخي معقول هيدا القصه انه داعش وصلت لهونيك والنصر وصلت لهونيك، ولا هيدا كله عمل النظام هو بيرسل شمال ويمين بمناطق خاصه بالجزيره الى هدف معين بالعرقه والحسكه، بألمون الى هدف عرسيل يلي بشرنا وزير الدفاع من 3 سنين انه في قاعده بعرسيل وما كلف خاطره وراح كمشن لو في قاعده، بس كانوا عم بيحضروا لحتى يعملوا عملية عرسيل اللي صارت مؤخرا، وامبارح اليوم صار بالجولان، وهلا عم ببشروا بغير منطقة يمكن تحت الهواء حكينا عليه ما بدنا نحكي. ليه؟ لأن بدهم إذا بدك يصدروا الإرهاب والزلزال والفوضى حول العالم إذا بيطلع بإيدهم، وهيك بشرنا بشار الأسد. يعني بتعتبر ما يجي اليوم هو حلقة بسلسلة يعني بدأت بلبنان منذ العام 2005 وبعدها مستمرة حتى اليوم؟ هيدي ايه هلا، أم هي أمر مختلف تماما؟ لا هلا إذا بدك 2005 بلشت بالاغتيالات وإفشال الدولة اللبنانية وفشلوها بالفعل، فشلوا المؤسسات وفشلوا كل شيء، بس من 2011 لليوم لما فقد السيطرة بشار الأسد خاصة على سوريا، المناطق اللي فقد السيطرة عليها قال لك بزرع فيها الفوضى، وهالفوضى بصفي بركة الغربي أو الأمم المتحدة بتختار بيني وبين هالفوضى اللي عم نشوفها يعني داعش وغير داعش. مشان هيك يعني هو المناطق اللي فيها فوضى وفيها كل هالإرهاب ما بيتدخل، بيروح بيتدخل بحلب محل ما في مثلا مواطنين مدنيين وبيقصفهم بالبارود. ولكن يبدو انه هالامر يغري المجتمع الدولي، بالعكس يعني عم ينجح النظام السوري بهذا المعنى بانه يعوم نفسه. والدليل اتفاق الأضداد يمكن للوقوف بوجه داعش، وقد يصل ربما بمرحلة لاحقة للتعاون مع النظام السوري. الدليل انه المجتمع الدولي يرفض التعاون مع هذا النظام. من 10 أيام طلع وليد المعلم قال ما كان من سنتين شاطب أوروبا عن الخريطة وأمريكا عن الخريطة، قال هودي نحن خلص ما بقى معترفين فيهم. امبارح من شي 10 أيام قال نحن مستعدين نتعاون مع الشيطان الأكبر الولايات المتحدة ضد داعش. شو جاوبوا؟ قالوا له داعش هي سبب، بالأحرى أنت سبب وجود داعش، أنت وياها بنفس الصحن، نحن بنعتبركم. معناتها أنه الأسرة الدولية عارفة وين لب المشكل، لب المشكل بدك تخلصي من داعش والنصرة وكل هودي المنظمات الإرهابية، بدك تشيلي نظام بشار الأسد. نعم، ولكن منه بوارد المجتمع الدولي هذا الأمر؟ هلأ منه وارد، لقلك ليه؟ مؤسف أنه إيران دخلت بالمغوطة، حزب الله دخل، الإرهابيين حول العالم تجمعوا بسوريا، والنظام هودي كلياتهم
بشكلوا أعداء للأسرة الدولية ككل، إن كان النظام الإيراني، إن كان حزب الله، إن كان نظام بشار الأسد، إن كان المنظمات الإرهابية، كلهم عم يتقاتلوا فوق الساحة السورية. طبعا الأسرة الدولية عم تتفرج ومبسوطة، بس الوقت اللي بتتطور القصة مع داعش لهالدرجة بتصفي قضايا إنسانية، ممكن الأسرة الدولية تتدخل ضد داعش، بس مش مع بشار الأسد أو مع حدا تاني غيره، يعني من إذا بدك حلفاء بشار الأسد. اليوم الجمهورية يعني سألت عن التحالف الدولي لمواجهة داعش، وسأل طارق ترشيشي هل توحد داعش ما فرقته العقود بين الرياض وطهران تحديدا؟ ما بعتقد، يعني هودي إذا بدك مشكل جانبي، إنه شو أكيد السعودية عم بتحارب داعش بسوريا ووين ما كان، وإيران عم بتحارب داعش بالعراق ووين ما كان، بس إنه كل واحد من وجهة نظره، بس إنما هل إنه بيتطور لا تحالف دولي؟ لا، لأن داعش، أنا بقول لك رولا، داعش مثل ما قال الدكتور جعجع، قال إنه كذبة كبيرة سياسية، داعش اعصار سياسي، اعصار ارهابي اذا بدك، بس كتنظيم كسياسي كنظام سياسي مستحيل يقدر يعيش. اول شيء البيئه الاسلاميه بترفضه، ثانيا البيئه الدوليه والاقليميه والاسلاميه ككل كمان رفضته، لذلك هذا ما بيقدر يعيش. هذا بيقدر يعمل ارهاب، يعني يبعث صوره ارهابيه حول العالم ليستفيد منها واحد غيره، وقال هذا اذا بده يعمل دوله بيجي بيقطع رؤوس الناس وبيقول لهم ليكو انا شو عم بعمل، مين بده يعترف فيه؟ هيدا الهدف عم يستفيد منه واحد تاني، انه ليكو انا بعد مني هودي جايين. نعم. ايه بس انما هيدي القصه ما بتمرق على الاسره الدوليه. هلا لما قلنا لهم داعش يا خيي هيدا اعصار ارهابي بس ما بينخاف منه انه يعمل سياسي، كل العالم قامت يا لطيف. اليوم دكتور جعجع بكلمته رح يكرر هذا الامر؟ هيكرر لا رح مش نفس الكلمات. لا. بس يعني التقليل اذا بدي اقول من هذا الخطر. او نحن من نعرف انه خطرهم الارهابي كبير، بس خطرهم السياسي ماشي، لان ما فيهم يعيشوا سياسيا وقت كل دول العالم بتحاربهم، وقت الاسلام بالاساس الاسلام السني خاصه هو عم بيحاربهم، هو جماعه ما فيهم يعيشوا، ما بيقدروا يعيشوا. هلا بتقولي لي عاشوا بسوريا وعاشوا بالعراق، لان هونيك البيئه كانت اذا بدك مضطهده ومغلوبة على أمرها وحالة فوضى، ما في حدا مسيطر، اجوا هن بهالإرهاب سيطروا وسرقوا المصاري والجواهر وما بعرف شو، ايه بس هيدي حالة ما فيها تدوم. دكتور جعجع بحسب جريدة الجمهورية عميد سيجري مقارنة بين داعش وما تفعله في الإعلام وبين من اغتالوا قيادات 14 أدار في الخفاء، فهما في نظره وجهان لعملة واحدة، لا بل إن دواعش القفازات المخملية أشد خطرا وفتكا من داعشية غبية استجلبت إجماعا دوليا قل نظيره. ماذا لو كانوا هن نفسهم، يعني مش ضروري يكونوا وجهان لعملة واحدة؟ لا لأقول لك ليه، لأن إذا بتاخذ لبنان اليوم هودي بيغتالوا ومعروفين يعني على وسائل الإعلام، بس اللي اغتال القيادات اللبنانية من 2005 لليوم، وهودي يلي خاصة في ناس متهمين سواء كان للمحكمة الدولية أو للمحكمة اللبنانية مع الشيخ بطرس حرب أو غيره أو غيره، طيب هودي شو؟ هودي شو إنه اسمهم جمعية مار منصور ولا دواعش سرية عم بتمارس؟ وقال وكمان هودي اللي رايحين على سوريا ليقتلوا هالناس، شو قلنا مع شو بدنا بسوريا نحن؟ شو بدنا بالشعب السوري؟ يمكن متعاطف يمكن مع الرئيس السوري او مع المعارضه، في ممكن الانسان حر، بس انه لنحمل سلاح ونروح نقتل هونيك نساء واطفال ورجال وتنعكس علينا بعدين على بيئتنا من هلا ل 100 سنه و 200 سنه، هو ما عارفين حالهم شو عم بيعملوا، هو بيعين حالهم للشيطان. نعم، ولكن هنالك من يعتبر ان ما يقومون به هو اللي حال دون انه تتسرب ظاهر داعش يعني بشكل اوسع في لبنان وتنحد باماكن معينه. اذا بدها تجي داعش على عكار او على اللبنيه او على طرابلس، ليش حزب الله في رده؟ وين حزب الله؟ ليش بيقدر يوصل على عكار وعلى اللبنيه وعلى طرابلس؟ ما انتم بتقولوا منتشر وين ما كان حزب الله. مين؟ عميد فريقكم السياسي بيقول انه هن موجودين وين ما كان. موجودين سرا الله. بس ما بيقدر يمنع سرا يعني. بس ما بيقدر يمنع داعش اذا بدها تفوت على عكار، اذا ما العكاريين قالوا بدنا داعش، استغفر الله العظيم، الله ما بينزلهم كيف عم بيقولوا موجودين بصنين وببسكنتا وباماكن مناطق مسيحيه؟ ما حد هيدي من سياسه التخويف الاعلامي يلي عم بيمارسه حزب الله،
انه يا مسيحيه هودي ليكو وصلوا عليكم لازم تحملوا سلاح وتوقفوا حدنا ولازم تعترفوا انه نحن اللي حامينكم، لازم تعترفوا انه بس عم تفعل فعل هالمساله يعني مع الجهله يلي ما بيعرفوا بالسياسه ولا بيعرفوا بالعسكر ولا بيعرفوا الا بالصوره بس يلقط خريطه ويشوف انه هذا داعش كيف بده يوصل على صنين. بس مش كلهم بيعرفوا يقروا الخريطه، ما بيعرفوا يقروا الخريطه يعني بيشوفوا عم بيشوفوا شو عم بيصير، عم بيشوفوا شو صار مع مسيحيي العراق بسوريا، يعني عم بخافوا. في فرق بين مسيحيي العراق ومسيحيي لبنان، هلا ما فينا نقول هونيك شو كل شيء صار بالعراق لازم نطبقه بلبنان، اذا شافوا هونيك بس ما شافوا شو صار من بمسيحيي لبنان من 69 لليوم، طيب ليش ما بيقولوا والله ليك شفنا اهوال اكثر من دواعش واجوا، اجى الجيش السوري كله واجت منظمه التحرير كانت قد داعش 100 مره، واجى اليسار الدولي واجا ما بدي عد فرقاء لبنانيين وكلياتهم حاصروا المنطقه المسيحيه، وبعدين ما صار الوقت اللي لازم نقاوم قاومنا يعني دفاعا عما تبقى من الدوله. نعم. مثل ما بيقولوا بقى ليش هالخوف؟ هيدا الخوف، هيدي سياسه اعلاميه تضليليه لتخويف المسيحيين ليقولوا لهم وقفوا حدنا. يترافق مع تسليح هذا التخويف؟ هلا في منهم في تسليح؟ لا من نحن بالقوات اللبنانيه ما عم نسلح، مش عم بحكي عن أكيد. عن فريقكم، بالفريق بالمقلب الاخر عم بتم تسليح المسيحيين؟ ولا ليك بالزمان بال 2008 سلحوا شويه مسيحيين من غير القوات، انتبهي، بس انبسطنا فيهم نحن. سمعت امبارح من رفيقنا طوني زهره انه السلاحات اشتريناهم نحن بنص سعرهم، لان ما حدا بيقدر يحمل سلاح ما بيعرف يستعمله يعني الا القوات اللبنانيه، والباقيين كلياتهم هيك بياخذوهم للتجاره وللاستعراض وللعروضات. هل صحيح انه في مخيمات تدريب؟ لمين؟ لشباب يناصرون فريقكم السياسي؟ القوات اللبنانيه؟ مش القوات تحديدا، انه انتم كمان عم تتجهزوا للمواجهه؟ لا ابدا، نحن ابدا، يعني بتعرفي يعني الميليشيا مش انه والله معه سلاح الواحد ببيته، ما في بيت بلبنان الا ما في بارودي وفرد وما بعرف شو. بس الميليشيا هي تنظيم، نحن تنظيم صفر، تنظيم عسكري صفر، تنظيم سياسي انا بقول لك اوكي، انما هلا في بعض البلديات عم بتعزز الحراسه بواسطه البوليس وبواسطه السهر بالليل، هيدي قضيه بتتعلق بالبلديه. بس ما بتشجع الامن الذاتي يعني؟ لا، هون الامن الذاتي بده يكون مركزي، لنقول عند سمير جعجع او ميشيل عون مع حفظ الالقاب. نعم، بس في نحن ما في قرار نعمل امن ذاتي، لان جربنا الامن الذاتي وشفنا لوين وصل. على صعيد البلد يعني في مواطن يقال انه مثلا ما جرى بعين عطب البقاع الغربي، المواطنين هن دخلوا على الخط، يعني هل الامر منه نموذج يمكن يتكرر بغير محلات؟ هيدا العين عطا والهودي، هودي شغل بلديات وضيع، انا بعرف انه انا بعرف من مش من هلا من 20 يوم انه في بلديات عم بتعزز حراستها. نعم. وعم بتعزز سواء بواسطه البوليس او بواسطه المواطنين بيسهروا بالليل، اي طبعا هودي بفتكر كانوا ناويين يعملوا شيء بهديك المنطقه انما تصدت لقلون البلديات، وهيدا امر طبيعي. نعم. بس هيدا منو امن ذاتي بالمعنى الامن الذاتي مثل ما كان لنقول الحزب الاشتراكي بيشوفوا علي او حزب القوات اللبنانيه بالمناطق هيدي، لا منو امن ذاتي، هيدا نحن بنرفضه لان نحن من دعاة قيام الدوله والمؤسسات. نقطع. نعم. السطر دكتور جعجع كمان بكلمته اليوم بحسب النهار سيؤكد محاربه داعش تكون بازاله المسببات وبتعميم مفاهيم الحريه والديمقراطيه والمدنيه والانسانيه، المسببات بيقصد فيها النظام السوري طبعا جعجع. هو نواه لكل يعني شيء. ما رح تزور اكيد هالظاهرة. ما بترتاح المنطقه ولا سوريا. نعم. طالما في نظام بيصدر ارهاب او بيتغاضى عن ارهاب او بيشتري النفط من الارهابيين لحتى يعزز لهم وضعهم، يعني اكثر شيء هو بيشتري نفط منهم، لو بده يحاربهم ما بيشتري نفط. اخر شيء بهالمحور كمان موضوع هيك بتعلق بشان عسكري ما حد كتب عنه اليوم، استاذ عادل مالك بجريده الحياه يشير للمكرمه الامريكيه من السلاح المرسل للجيش اللبناني ويسال هل كان ضروري عرض نماذج من الاسلحه المرسله من الولايات المتحده للبنان ليتضح مدى هزال هذه الاسلحه كما ونوعا. عرض السلاح هيك بالمفهوم العسكري بضر يعني بخفف من قيمة هذا الأمر؟ لا مش قصة هيك، وأنا بذكر أنه السفير الأمريكي قال روحوا اسألوا العسكرية اللبنانية شو قدمنا لهم السلاح اللي مقدم منيح يعني الهاون اللي قدموه واللي صوروه والما بعرف شو والبنادق، أوكي هيدي ليفرجوا إعلاميا أنه جبنا. نعم. بس هلأ شو عطوا غير هيك؟
اكيد بيكونوا عطوا اشياء تانية. مشان هيك انا عم بقول مع احترامي للاستاذ عادل مالك انه بالقضايا العسكريه والامنيه اغلبها بتكون سريه. هلا ما يمكن عاطينهم سلاح سري للجيش اللبناني بيعرضوه على الوسائل الاعلام؟ ما بيعرضوه، يتركوا ايد الجيش هي تتعاطى مع السفير او مع الحكومه، تقول لها للحكومه هيدي هل هبه منيحه ولا ما منيحه. بس انه نحن نحكم على هبة مثل هيدي، والله شفنا هاون وبس. طيب شو عرفك ما عطاه غير شيء؟ ما عطاه رادار للمشاة مثلا، ما عطاه مثلا سلاح سري انفراروج؟ نعم غير مرئي. ما بدي اقول انا شو هي الاسلحة. نعم. بس انه ما بيسوى كلياتنا نفوت بالقصة وكأنه نحن اللي عارفين بأسرار العسكرية والأمنية. ما بعد الفاصل ماذا سيقول دكتور جعجع بموضوع الاستحقاق الرئاسي والأفق بهذا العنوان؟ سنناقشها إذن بعد الفاصل معك عميد الفاطيش. لحظات ونعود. إذا نعود لمتابعة هذا الحديث مع العميد وهبي قطيشة. كنا عم نحكي قبل الفاصل عن موقف دكتور جعجع اليوم بمناسبة قداس ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية، أكيد رح يكون له كمان موقف بالسياسة مثل ما قالت جريدة النهار، ورح يطمئن المسيحيين لدورهم وسيصف عملية فرض الفراغ برئاسة الجمهورية التي يتولاها مسيح بأنها جريمة موصوفة، منددا بالشخصية القاتلة ورفض التعاون. هل كلام ممكن يلحقوا كمان كلام آخر بيقول فيه الدكتور جعجع يمكن أنه هو ما بقى مرشح لرئاسة الجمهورية؟ أول شيء هيك اللي يكمل مبادرة 14 أدار، مبادرة 14 أدار طلعت وخلص. إيه لا هيك بكملها فعلي يعني كملها؟ لا لا غير هيك لا. أولا ثانيا ضيعتي لي أول السؤال قبل. أول شيء اللوحات الإعلامية اللي حاطينا نحن على طرقات بمناسبة اليوم ذكرى قداس شهداء المقاومة اللبنانية، أيدين عليها شهادتكم أمانة لا تخافوا. كلمة لا تخافوا مش للشهداء بس، حتى للبنانيين. طالما بلبنان في ناس بالفعل جاهزين ليقاوموا للدفاع عن هالبلد، ونحن منهم يعني احنا بالقوة اللبنانية منهم، ما لازم نخاف. لذلك هيدي سياسة التخويف والتهويل ويا دلي ويا شحاري ويا ويلي وما بعرف شو، انا بطلب من كل المواطنين، مش انه يعني خالي بمجرد ما سمع على التلفزيون واحد عم بيخوفه يخاف، يلقط خريطة 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 عادية ويشوف لبنان كيف هو ويشوف امتى بده توصل له داعش يعني ما بعرف شو. بعدين هيدا داعش يلي قطع راس ما بعرف وين ووين، هيدا مجرم اكيد، بس اللي قطع راس الجمهوريه وما عم بيصير انتخابات، ما عم بيخلي يصير انتخابات، هيدا منو مجرم؟ هيدا هون الجريمه الكبيره. 4 ملايين لبناني مقطوع راسهم، ليه؟ لانه في ناس ما بدهم بعبدا يكون في الاسباب. كل نعم. فريق شو عنده شو الاسباب؟ هل هي شخصيه حقيقه ام لها ابعاد اخرى؟
وهون بندخل ببازار الدول، يعني ماذا تريد إيران، ماذا تريد السعودية، ماذا طيب تريد نحن الولايات المتحدة. نحن اللي عم نعزم إيران والسعودية لعنا، ما نحن بالأساس قلنا تعودنا نعمل هالرئاسة صناعة لبنانية. نعم رفضوا، رحنا وكم مرة صرنا عاملين 11 جلسة ورفضوا ينزلوا على مجلس النواب، معناتها هن رابطين هذا الاستحقاق بدول خارجية. هلا كل واحد عنده أهدافه الشخصية، حزب الله ما بده رئيس، لو بيضل هلا من 100 ل 100 سنه ما بده رئيس يا خيي. بس هل حولتم يعني هون الاتصال بالعماد عون؟ طالما المشكله مثل ما هو ظاهر عند العماد عون. ايه راح بلا راح كقوات لبنانيه كيف لكين؟ راحت لعنده رفيقتنا ست ريدا ومع النايب الي كايروز ومع لجنه واخذت له الخطاب تبع المخطط تبع الحكيم انه لرئاسة الجمهوريه وقت اللي ترشح يعني وقت اللي ترشح. بس ما صار كثير تطورات وتمنت عليه انه ان شاء الله انت تنزل ونكون عندك مخطط ومنشوف يعني واللي بيربح بيكون هو رئيس جمهوريه وكلياتنا بنمشي حده ونمشي وراه. طيب الزلمه ما بده يبحث هالقضايا حتى مع حلفائه، يعني مع الرئيس بري ومع كثير من الحلفاء حتى مع وليد باك، يعني ما بعرف شو حكي وياه. اذا حلفائه داعمينه ليش منه مضطر يبحث بهال ما بعتقد داعمينه داعمينه للاخر يعني كما كما لا مش لو داعمينه بينزلوا على مجلس النواب وبينتخبوه رئيس، ما بدك كل هالقد. هلا السبب الاول قلتي لي ليش ما في رئيس؟ لان حزب الله مبسوط بهالحاله طالما هو خارج عن القانون وعم بيوزع وحداته الإيطالية فوق أرض الشرق الأوسط بالعراق وبسوريا وما بعرف وين، والعماد عون بيقول لك أنا أو لا أحد بكل يعني أنا ما شايف بالعالم عبر التاريخ إنسان قال أنا أو لا أحد، يعني واحد أكبر من بلده أكبر من كل هالشعب، يعني يا بدك تخضع لحكم الدستور وحكم الناس وإلا أنه معناتها أنه أنت مغتصب سلطة أو بده التاريخ يحاسب بعدين. وبعدين انا ما بلومه بس لقلو للعماد عون هالناس اللي انتخبوا هالنواب تبعه. طيب نعم. ولو نحن بلا رئيس جمهورية طيب ليه ما بتروحوا بتحكون لهو النواب؟ نعم ولكن اذا كان العماد عون بهالقوة وقادر يعطل هذا الاستحقاق مثل ما بتقولوا يعني بيستاهل يوصل على رئاسة الجمهورية اذا كان قوي لهذا الحد. لا مش هاي القوة، مش القوة انا معي كتلة نيابية 27 نايب، القوة اني انا اخد 65 نايب من اصل 128. القوة انه مش انا اقول له لسعد الحريري ون واي تيكت او اقول له للسنيورة ابراء المستحيل او اقول عن رفيق الحريري ما بعرف شو مدري شو. القوة مش انه انا استعد الناس، بس يستعد الناس الانسان بطل مقبول. أن لكن احنا بخطابنا مثلا نحن ضد حزب الله بالسياسة قد ما بدك، بس ولا مرة بنستعمل كلمات نابية او مش منيحة لا بحق الحزب كحزب ولا بحق الاشخاص كاشخاص. نحن بنحكي سياسي بنقول له سلاحك غير قانوني، سلاحك لازم يكون بأمرة الدولة، سلاحك عم بيجيب لنا الويلات من سوريا، بنقول له هيك وبس، ما بنتعرض له، ما بنخلق، ما بنجرح حدا يعني بخطابنا، ما بصف العماد عون بيجرح الناس بخطابه واخر شيء بيقول له انت عم تخبوني، ما بينتخبوا. شو سر عميد انه هيك اذا بدنا نقول المواجهة بين العماد عون والدكتور جعجع من ال 88 لليوم بعدها هي المسيطرة إذا بدنا نقول على الساحة المسيحية، ليش هل هذا الأمر يعني هذا أنا بقول لك ليه؟ لأن 88 مؤسف أقول لك إنه كان مطلوب من العماد عون إلغاء القوات اللبنانية وعلى رأسها سمير جعجع. اليوم واليوم هيك، بعد السياسة السورية هيك. طلب منه بال 88 بال 89 وبال 90 خاض حرب الإلغاء، ولما رجعنا على أساس إنه العماد عون صرنا إحنا وياه يا خيي بالسياديين ب 14 آذار شوي بين انه لا رايح قاعد بحضن سوريا وراجع على لبنان وبعده بنفس الاتجاهات. والنظام السوري نظام شيطاني هيدا، يعني وين مراكز القوه ان كان بالمجتمع المسيحي او السني او الدرزي او شو ما بدك لازم يضربه. طبعا عنده سمير جعجع بيمثل بالمجتمع المسيحي السياده والنضال والمقاومه واذا بدك نظافه التاريخ والمقاومه. ايه بدهم يستهدفوا مين؟ بالعماد عون. والعماد عون مؤسف لك انه بهالشغله دغري يعني بيرتخي انه ايه بيمشي الحال. لذلك والا حدا غير العماد عون بيقدر يستعمل جيش ضد مكون سياسي بلبنان. انا بالقوات اللبنانيه اليوم بقول لك اذا صار سمير جعجع رئيس جمهوريه انا ما بستعمل الجيش ولا هو يعني ضد اي مكون سياسي بلبنان او اي حزب. عنده نقطه قوه حزب الله العماد عون. شو هي نقطه عنده نقطه قوه بتعتبر بهالمجال؟ نقطه قوه انه بيضلل الناس وبيصدقوه، بيضلل الناس ومؤسف انه الناس بيصدقوا وبس عاش، او مؤسف انه الناس ما بيحاسبوا.
يعني اخذهم من فشل لفشل لفشل من سنه 88 لليوم وما بيقولوا له ستوب يا اخي، انه بعدين هلا قاطع له الراس الجمهوريه ويلي هن بدهم جمهوريه. انا سمعته لحكمة ديب يلي بحترمه وبجله كنايب من 6-7 شهور كان على احدى المحطات عم بيقول، كانوا عم بيقول ان احنا بدنا رئيس قوي. نعم. قال لدرجه انه بين الدكتور جعجع ورئيس ضعيف انا بنتخب الدكتور جعجع. انا هلا بدي اقول له بين الدكتور جعجع والعماد عون يلي هو قوي، يا خي انزل وانتخب العماد. نعم. عون. هل بتشوف انه اليوم مرشح التوافق هو الاسهم وعم ترتفع، وبالتالي على من تنطبق صفه التوافقيه؟ هل على الاسماء المطروحه اليوم مثل قائد الجيش، حاكم مصرف لبنان، الوزير السابق جان عبيد، الوزير زياد بارود، يمكن بتشوف اسهم شخص من هذه البطانه عم ترتفع؟ ليك يا قصه التوافقيه ما بقتها لبنانيه. ما بقت. هل التوافق يعني بضروره ضعف؟ التوافقيه يعني شلحت هيدا الاستحقاق بين احضان دول اقليميه ودول كبيره دوليه. نحن بالاساس كنا ضده، يعني نحن بالاساس انا بيني وبينك بفضل يا ينزل دكتور جعجع والعماد عون، وبالفعل مين ما انتقل هلا مش وارده. انا مش وارده لانه مؤسف لك انه، فاذا ما بدهم يو انا او لا احد، لذلك التوافق مش بينبع من التوافق اللبناني عليه، هون بصير توافق اقليمي ودولي. نعم. ومؤسف انه بنرجع مثل ايام القناصل لما كان رستم غزالي وغازي كنعان هن اللي يعينوا رئيس الجمهوريه. هلا مين اليوم اللي عم بيلعب هذا الدور؟ اللي عم بيلعب هذا الدور هو العماد عون وحزب الله. الدور الخارجي. الدور الخارجي انه بدها تتفق ايران والسعوديه وامريكا وفرنسا على رئيس لحتى اذا بدك توافقوا على رئيس، بس مؤسف اقول لك انه يلي اخذ هالاستحقاق لهونيك هو حزب الله والعماد عون. ازمه المسيحيين الكبرى بحسب دونيز عطله حداد اليوم بالسفير انهم لا يملكون رؤيه يسيرون على هديها، لا يحددون اهداف يطمحون لتحقيقها، صراعاتهم صارت اقرب لصراعات اهل القرى، يتحكم في المسيحيين اليوم مبدا النكايه، ينشغلون ببعضهم بعض بحسابات تسجيل موقف من هنا او هناك، العلاقه بين تيار الوطن الحر والقوات خير مثال، حتى العلاقه بين الحلفاء المسيحيين بالصف الواحد ليست افضل حالا من العلاقه مع الخصوم، يعني بتقول انه المرضى ما بيتحملوا التيار وكمان ما بيتحملوا الاخرين، هل أدى الوضع المسيحي؟ مع احترامي للست دونيز انا بعرفها، بس هذا كلام مشوه عن جد. انا ماني مختلف مع العماد عون لا على مدير عام ولا على رئيس الجمهوريه بقدر ما مختلف انا وياه على مشروع. نعم. العماد عون خرج عن اذا بدك الموقع التاريخي للمسيحيين بلبنان. نحن لو العماد عون بقي ب 14 اذار انا بقول لك كان يمكن صار رئيس جمهوريه من زمان من سنه 2007. بس هذا الخلاف مش الخلاف، وبعدين انه مختلفين ونحن ما بعرف شو. طيب انا مشروعي كهوات لبنانيه انه قيام الدوله والمؤسسات، ليش بدها تحطني حد ناس ما بدهم قيام الدوله والمؤسسات؟ هيك انه حط المسيحيين كلهم فرد سله عن جد حرام، وفي اجرام وفي بحق كثير من اللبنانيين وخصوصا يلي مثلنا نحن، انه نحن شو عم نعمل؟ يا خي عم نقول تعالوا بدنا نعمل دوله، وهوديك عم بيقولوا لنا لا بدنا نروح نحن على مع واحد مثل بشار الاسد محاصر دوليا او مع النظام الايراني محاصر دوليا. هل لبنان في عيش بهذا المحور؟ لا. فالقول انه المسيحيين يا حرام وفرد سله وما تعلموا، لا نحن متعلمين، نحن عارفين حالنا وين رايحين، على رايحين على بناء دوله ومؤسسات. اذا الفريق الاخر تقول الفريق اللي ما بده يبني دوله ليه بدها تعمم؟ ليه بدها تعمم؟ بعد الفاصل هل سيمدد لمجلس النواب و رأي الشارع بموضوع التمديد اليوم لوريان لجور عملت احصاء بهالمجال بعد الفاصل. بداية هالقسم مع كاريكاتير كثير مهضوم لأرما حمصي بجريدة النهار عن موضوع التمديد لمجلس النواب. رسم النائب اللبناني غامر يعني مفروض انه حبيبته الانتخابات، ولكنه بالمقابل عم بيتودد للتمديد يلي رسمه على شكل مرأة جميلة.
النائب اللبناني اليوم بهذه الحالة يعني أو بهذا الوضع، أنه عم بيقول بده يقوم ينزل بالانتخابات، وحتى الرئيس بري وكتلته قدموا ترشيحاتهم ولكنه بالمقابل عينه على التمديد؟ ولا ليك، أنا مثل ما بشوف الرأي العام اليوم وقديه رافض التمديد، صاروا النواب مستحيين، ما بعتقد حدا منهم بيحب يمدد. لا نعم. لأن ما حدا بيحب، عم بيهددوهم بالبندوره وما بعرف شو مدري شو. ايه صارت القصه يعني بينه وبين ناسه ما له عين، لذلك ما بعتقد حدا من النواب بحب يمدد، بقدر ما انه اذا بدهم يمددوا يمكن مجبرين او شيء مثل ما عم لوريان لجور باستطلاع للراي اجرته حول هالموضوع تفاجأت، يعني حتى بالمانشات كانت بالفرنسية اون سان فوت، يعني اخر همنا. اللبناني الارقام يعني الاكثر ارقام تسجلت هي للبنانيين يلي قالوا انه اخر همهم هذا الموضوع. شو بيعني هذا الامر؟ هيدا بيعني اذا بدك فقدان الثقة بين المواطن والدولة، انه دولة ما بقى فيه بلبنان. مؤسف لك انه يعني اليوم اذا حيالله مواطن بتروح بتسألي بيت بس تقولي له دولة ومؤسسات بيقول لك يا خيي وين فرجيني، ومعه حق. نعم. لان هالدولة عم تتاكل عم تتحلل والناس عم تتفرج، وقت اللي ما بتعالج لب المشكلة الجذور تبع المشكلة بدها تضل الدولة تتحلل، جذور المشكلة معروفة وين وليش وكيف، بقى اذا انت ما عالجت هالوضع معناتها الدولة الى تفكك والى انحلال، وجذور المشكلة انا برأيي السلاح الحزب وبسوريا وسلاحه بالداخل. إذا ما نحل هذا المشكل وعن نتأمل بدولة بلبنان. القوات اللبنانية رح تعارض التمديد. إيه طبعًا. متمسكة بهذا الموقف. إيه طبعًا. حتى لو وصلت الأمور لعدم انتخاب عدم إجراء للفراغ التام. هلا فينا نشوف في موقف بيتاخذ بعدين، إذا بدهم يمدوا بنشوف إذا بنشترك بالجلسة بنصوت كيف وين، بعدها القصة قيد الدرج، بس بالأساس نحن مع انتخاب رئيس جمهورية قبل. وبعدين اذا بدهم يمددوا لاسباب تقنيه يمكن لانه بننغدر بالوقت اوكي، بس انه بالاساس ما بدنا نضيع عن المشكله الاساسيه اللي هو راس الدوله يلي هو دواعش قطعوا راس الدوله وبدنا نرجع نركبه نحن. اليوم اميل خوري بالنهار بيقول اذا نجح معركلو انتخاب رئيس الجمهوريه بمحاولتهم ونجحوا ايضا بعدم التمديد لمجلس النواب تبقى الحكومه واقفه على سوس ونقطه، حتى إذا ما انفجرت من الداخل بيكون لبنان دخل بالفراغ الشامل. وبتوقف عند حديث للوزير جبران باسيل بيقول في الحكومة هي على أبواب انفجار منعناه في الأيام الأخيرة ونأمل أن يضع الجميع يده معنا لكي نزيل هذا الصاعق. هل الحكومة مهددة بهذا المعنى في حال يعني مسار انتخابات نيابية مسار تمديد حتى لمجلس الحكومة؟ ايه وضعها غير طبيعي بالاساس بغياب رئيس جمهورية، وضعها غير طبيعي يعني، واذا عم بيهددوا انه مثل الوزير باسيل وقفناها بالاساس هن اختصاصهم تفجير الاوضاع يعني خدم من 88 لليوم. هل مصلحتهم اليوم ان تتفجر الحكومة؟ ما بعرف اذا عندهم ايه يمكن عندهم مصلحة ما بعرف بده لا 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 ياخذوا شو بدك تسألي اللواء ابو جمرة هو بيعرف اذا لهم مصلحة يفجروا كل شيء هلا ايه ولا لا، لان يعني اذا شفنا تاريخه للتيار عن جد تاريخ مش التيار حرام لان التيار مصادرين، تاريخ العماد عون كله من 88 لليوم تفجير بتفجير بتفجير وكلها مشاريع فاشله مع الاسف، ما بده عسكريا فاشله بالثمانينات وسياسيا فاشله من 2005 لليوم، يعني 10 وزراء بحكومه شو عملوا؟ كان وعدنا بأمن عام وين ما وين صار، كان وعدنا ب100 شغله وحقوق المسيحيين وين صارت كلياتها؟ كلياتها يعني بتلاقيهم انه من فشل لفشل لفشل وبعدهم الناس ما بيحاسبوا، ما بيسوى، لازم الانسان يحاسب بشكل منطقي وموضوعي، بصرف النظر قوات ان كان ولا مردي ولا كتايب ولا مع مستقل، بس الانسان لازم يحاسب الزعيم تبعه او بالاحرى يلي مثله، يا خي وين خدتني وين صرنا؟ بموضوع أخير كمان اليوم تقدم بالعناوين هو الوضع الأمني، سيما بعد جريمة بدافع السرقة صارت بمنطقة ببلدة العبادية. عميد اليوم جريدة المستقبل بتقول جريمة بدافع السرقة يمكن أن تحصل بأي دولة، ولكن لبنان يشهد منذ فترة تكرار مؤسف ومربك لهذا النوع من الجرائم تبعا للمناخات الواردة وأيضا تبعا للأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية عفوا، وتبعات هذه الجريمة كادت أن تأخذ منحى آخر. مسألة تواجد النازحين السوريين هل بيطرح علامات استفهام، وهل
كمان بتخاف انه يكون له تفاعلات سلبية اكثر بالناحية. اول شيء مشكلة كبيرة انتشار السوريين بلبنان مشكلة كبيرة بهالطريقة، وحكومة الرئيس مئاتي هي مسؤولة عن هالانتشار الفوضوي بالاساس. نعم. الجريمة اللي حصلت امبارح بالعبادية هي جريمة فردية، هلا في بعض الاعلام اخذ بده ياخذها باتجاه اخر لاستغلالها وتخويف الناس، بس اوروزمون انه الحزب الاشتراكي دغري حط ايده على الوضع وعرف انه جريمة فردية لا يجب ان يحاسب عليها السوري البريء. هلا طبعا كل حادثة صغيرة ولو كانت صغيرة الفريق الاخر بده يسوقها ويخوف الناس لحتى يضبهم لصوبه، انما هيدي ما قدر. هلا الوجود السوري اكيد يعني عندنا معضل كبير كتير كتير، اذا بقينا بلا رئيس جمهورية والوضع مثل ما نحن عليه هذا الوضع سيتفاقم مع الوقت. وليش؟ لان في عندك 1.5 مليون سوري بلبنان مش معروف كيف منتشرين، يمكن النظام السوري اللي هو شرير حاطط بيناتهم جواسيس ونحن مش عارفين، او وحدات يمكن خلايا ارهابيه ونحن مش عارفين، لذلك يجب ضبط هذا الوجود بشكل عبر اي طريقه. بطريقه في طرق كثيره، يا بنعمل لهم مخيمات، يا بنجمعهم بواسطه الامم المتحده، يا انه على حدود السوريه اللبنانيه، في مليون طريقه، بس على شرط بده يكون عندك دوله وحده وحكومه وحده هي تتبنى الموضوع وتقول بدي اضبط هالوضع، مش انه يضل فالت هيك ويمكن مليان خلايا ما بعرف، يمكن الناطور عندك ما بعرف شو بيشتغل، لذلك بده ضبط والا بالفعل خطر. بس بالنهايه بدي يمكن اتوجه بكلمه للقوات اللبنانيه خاصه بهالمناسبه اليوم قديس ذكرى الشهداء، شهادتهم لهود اللي استشهدوا من اجل لبنان يلي نحن عايشين فيه ومن اجل كل اللبنانيين، امانه برقبتنا. وبدي اقول لهم مش اقول لهم هن لا تخافوا، كمان اللبنانيين لا تخافوا، عندكم قوات لبنانيه. بهالموضوع نكون وصلنا لختام الحديث معك عميد وهبة قطيش، اهلا وسهلا فيك. انا بشكرك بكلام بيروت، شكرا جزيلا، شكرا ايضا للمشاهدين على المتابعه والى اللقاء.